السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شهادة اسمها Construction Document Management with BIM 360، هتلاقيها على موقع Adaptive Design Academy، وهتلاقي الروابط أسفل الفيديو. هي عبارة عن بعض الفيديوهات بتسمعها، وبعد كده في بعض الأسئلة بتجاوب عليها تحصل على الشهادة. هتلاقي هنا Get Your Certified. هي شرح يعني مبسط، ولو أنت عايز شرح بالعربي وبالتفصيل يبقى هتدخل على قناة BIM عربي، هتلاقي شرح لبيم 360، هتلاقي برضو الرابط اسفل الفيديو ده ان شاء الله. هيدرس سهله بسيطه. هو البرنامج ده بيستخدم في تنظيم الشغل، وبالذات لو في طرف من الاطراف مش موجود في المكتب، في بلد تاني او موجوده في السايت وهكذا.